اقترب للحوثيين هلاكهم، يقول ميدان المعركة بعد أن تقدم الجيش أكثر في جبهة الريف الغربي للمحافظة خلال هجماته مؤخرا على مواقع الميليشيا في جبهة جبل حبشي وصولا إلى جبل الصراهيم، ويتبقى كيلومتر واحد مسافة جوية يفصل قوات الجيش عن الوصول إلى الخط العام الرابط بين تعز والحديدة بحسب عسكريين. كما تلاحظون هذا مصنع الطلاء وهذه منطقة الرماء. الله أكبر، هكذا هنا خلفنا وهذا هو المشبك. الحمد لله تم السيطرة كليا على هذه المنطقة، منطقة العنين. سيطرنا على موقع القبيرية، سيطرنا على موقع القاعدة، على موقع الصفراء، على الأقهف، على المشبك، على كل المواقع التي كانت واجهت فيها العدو. سلسلة عمليات عسكرية مباغتة نفذتها قوات الجيش الوطني في جبهات عدة، منها جبهة الشق بجنوب شرق تعز وجبهة الأحكوم بحيفان جنوبي المحافظة، تحققت خلالها انتصارات وتقدمات عدة. في الشقب تقدم الأبطال إلى تلة الصالحين وإلى قرية حبور وغيرها، ولا زالت التقدمات مستمرة. في حيفان أيضا تم السيطرة على بعض المناطق في المفاليس وفي جبهة الأحكوم، ولا زالت المواجهات قائمة حتى هذه اللحظة. تكبد العدو خلالها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد. تتواصل العمليات العسكرية لمحور تعز العسكري في ظل تخطيط محكم لإدارة المعركة، بينما تعيش الميليشيا حالة صراع بيني وتراشق اتهامات بين قياداتها بفعل سقوط مواقعها. تحرك واسع لقوات الجيش الوطني في مختلف جبهات المحافظة، عزم كبير على استكمال التحرير، والميليشيا تلفظ أنفاسها الأخيرة بعد أن ألحقت بها خسائر فادحة خلال معارك الأيام الماضية. أيمن قائد يمن شباب تعز.